الناس بتلومنا بتقول مجلسكم ضعيف. نعم ضعيف ضعيف، لأن النائب نتفتونا من كل مكان، منتف من الحكومة في صوب، الشعب في صوب، احنا بيننا وبين بعضنا في صوب. لو سمحتي سكتي، ما حد قاطعك. تفضل. فأنا أتكلم لكم يا أخواني، ما نتكلم عن منظور إن في مصلحة شخصية لنا إذا دافعنا عن هذا المقترح. وأنا أدافع عن هذا المقترح كوني رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهذا تقرير لجنتنا.